الكلام دي، طبعا ومسألة مسألة عطاء جاد مؤثر فعال. يعني كلنا حاسين بالتطور التكنولوجي المهول اللي بياخدنا لدايرة غريبة جدا، لأن مش لسه بس بيلحق يا جماعة، لو ما طورناش الجهل بالشكل المؤثر اللي بيفيد المجتمع من خلال الرؤية الحقيقية لبناء الإنسان على مستوى القيم والأخلاق، على مستوى المبادئ، على مستوى الهوية الحقيقية، نحافظ على الهوية. وده دور برضه الفن والثقافة في إنها تأثر في المجتمع كامل، العمل الفني. مش هنقدر نقول الجيش بس، الأول طبعا تحية لكل المؤسسات القوية بتدعي جنبها وعلى رأسهم جيش مصر العظيم، تحية ليه، تحية ليه. أنا ضيوف جدا وبتكلم من هنا وبنات. المؤسسة العسكرية ماشية بالتزام وبصدق حقيقي وبنات، لكن هل الأوان إن المؤسسات الأهلية بتبني وبتمشي بنفس النهج المؤثر الفعال اللي كل يحتاج ده ويأثر ويتأثر فيه؟ أنا بقول إن الفن دوره مهم جدا، زي الإعلام دوره مهم جدا، زي الثقافة، زي 50,000 حاجة حوالينا في مجتمعنا، كله دلوقتي عارف الصح من الغلط، كله بزرار واحد قادر يوصل للنتيجة اللي هو عايزها. عشان كده أنا بتكلم نخلي بالنا، ولادنا تم احتلال أفكارهم، ولادنا الصغيرين تم احتلال أفكارهم، الاثنين ثلاثة أبلكيشن من خلال التليفونات. فعشان كده لازم الرؤية الجديدة، الفكر الجديد، الثقافة الجديدة، التناول الجديد، حتى الدور جماعية الأهلية في التواصل مع المجتمع، مش مسألة علبة أو كرتونة أو مساعدة أو إلى آخره. لازم تبقى فعلا، ومسألة العطاء لازم يكون عطاء منظم. أنا مش جاي أنظر ولا جاي أتكلم ولا أعلمكم الأساتذة فاضل، لكن أنا جاي بطلب التنظيم، جاي بطلب منكم التنظيم، عشان التوعية ده شيء مهم جدا، وإحنا دورنا الإيجابي إن إحنا نكون نماذج محترمة الوعي. أنا لسه جاي من المغرب من جمعية ثقافات بلا حدود، ولسه محققين مركز أول من خلال مسرحية من مصر اسمها شمس وقمر، بتعلم الناس الاعتماد على النفس والاخلاق والبنيه الحقيقيه لكيان الانسان. اهالينا كلهم بيتمنوا الاحترام دلوقتي، بيتمنوا الاحترام في التعامل، بيتمنوا الاحترام في التواصل. قال الاوان الجماعات الاهليه تبقى مدركه، تبقى مدركه الخطوات الايجابيه اللي بنطور فيها الجهود. الله اكبر، الله اكبر، عز بيه بيأدي الاسماء، اقسم بالله العظيم مش مجامله، كل واحد فيكم قامة تقود دول، ناس مميزة قلبا وعقلا وفكرا. طب ما تيجي نبدل كل ده ونعمل لجنة حقيقية تقود المرحلة أو الإشراف على مرحلة العطاء، عشان المجتمع الحقيقي أو الناس الطيبة اللي في الشارع تحس إن في ناس بتعمل مجهود، مش الناس اللي هنا بس، إحنا كلنا مصدقين بعض وكلنا بنحترم بعض، لكن الناس في الشارع بقت تايهة مش عارفة الحقيقة. انا مش بفتخر، يعني ما عنديش الفخر ان انا اقول انا احسن من عناصر الفن اطلاقا، انا واحد من بستان الفن الجميل الراقي اللي بيحترم الاخر،